بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم إخواني النحالين في كل مكان. اليوم نقدم لكم فيديو عن الطريقة الصحيحة لوضع الحاجز الملكي. بالنسبة لوضع الحاجز الملكي توجد طريقتين إخواني النحالين. الطريقة الأولى اللي راح نقول لكم هي طريقة جيدة، والطريقة الثانية في حال إذا ما الإنسان ما قدرش يطبقها يلجأ للطريقة الثانية. أما الطريقة الأولى نروحوا نشوفوا على بركة الله كيف نديروا الحاجز الملكي تاعنا. أول شيء نقوموا به نراقبوا الإطارات تاعنا اللي في العسل الأكل. واش نراقبوا فيهم؟ نبحثوا على الملكة. قوم بالبحث عن الملكة في الإطار أول هذا. هنا اخواني النحالين ثاني معلومه نعطيها لكم كيف تبحث، خاصه المبتدئين كيف تبحث عن الملكه تاعك. الملكه دائما كي ترفد الاطار السمش دائما ديرها ورا ظهرك كما راك تشوف فيها على هكذا. لا تقدر تشوف الملكه تاعك. الحمد لله كما قلنا لكم اخواني النحالين، الطريقه الاولى هي نبحث عن الملكه. كما احنا في الخليه هذه ما لقيناش الملكه. في حاله ما اذا الانسان النحال يكون يراقب في العساله ولقى الملكه يهبط الاطار تاع الملكه هذاك ويدير ويطلع له اطار من تحت. هذه هي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه كيف نقوموا وهي طريقة نقوم بتدخين ثم ننفض النحل. كل عملية تاع النفض كما تلاحظون هكذا ونراقب العملية تاعنا. هاي تكون داخل كما تلاحظون. نقوم بالمراقبة مع التدخين. التدخين هنا هكذا تكون العملية تاعنا. نقوم بالنزع السالة. نضع الحاجز الملكي تاعنا بالطريقة هذه. تكون هبطت حلو. هكذا تكون هبطت الملكة تاعنا. هنا فرغناها كاع. من بعد نضع العسلة تاعنا. هكذا نكونوا تهنينا للملك. الطريقة الثانية. تأكدنا باللي راها تحت خلاص. تأكدنا درك هكذا تأكدنا. واي تساؤل اخواني النحالين كاين لماذا دائما عودناكم على كاين رقم الهاتف كاين التعليقات ورانا في الخدمه.
أخوه.